بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته. جتنا بعض الطلبات حول كيفية استرجاع المواد أو السلع أو المشتريات إلى أمازون السعودية. راح نشرح لكم بقسمين، القسم الأول عن طريق الموبايل والقسم الثاني عن طريق الكمبيوتر. نجي نفتح تطبيق الأمازون، من بعد ذلك نسجل الدخول، وإذا مسجلين دخول مباشر نجي على هذه الخيارات هنا، الخطوط الثلاثة نضغط عليها، لا راح تظهر لنا هذه القائمة، نضغط على مشترياتك. هذه قائمة المشتريات الخاصة بي آني. أنا الآن راح أقوم باسترجاع هذه السلسلة الفضة. أجي هنا أضغط عليها، ننزل لي جوا لتحت، هنا إرجاع السلع مؤهل للإرجاع خلال 24 يوليو 2021. نضغط عليها راح تظهر لنا هذه الخيارات. هنا نأشر على السبب في رغبتنا باسترجاع المنتج. أنا أقول هنا مثلا غير متوافق وغير مفيد، هنا يعني هذه اختيارية مو شرط، احنا نكتب بها، نقول مثلا الحجم مثلا او الحجم، صغير وأرغب بالشراء مرة أخرى، حجم أكبر. نجينا نضغط على استمرار، نتغرك هذه القائمة وهذه الواجهة، استرداد المبلغ رصيد في حساب أمازون أو في الفيزا. أنت هنا قدامك خيارين، إما ترجع في محفظتك بالأمازون مثل محفظة بنون، أو استرداد المبلغ إلى بطاقة فيزا. إحنا ما دامنا متسوقين من خلال بطاقة الفيزا كارد، نجي نختار هذا الاختيار، يكون أفضل. ودائما من بعد ما يستلمون المنتج أو السلعة من 7 إلى 14 يوم، من أسبوع إلى أسبوعين يتم استرداد المبلغ، ويجيك مسج من الشركة، وبعد ذلك مسج من البنك. استمرار، طبعا هذه رسوم الاستيراد ما راح يعني 0 ريال. ملخص المبلغ المسترد 77.21. قم بالتأكيد، هذه الخطوة الأخيرة، نقوم بالتأكيد. هنا تمت العملية بنجاح. شوف هنا يقول لك احرص على تغليف، يعني اهم شيء يكون المنتج يعني مثل ما استلمته نظيف ومغلف، ويعني خلال يوم يتصل بيك المندوب ويجي يستلمه من عندك. هنا طبعا اذا تحب تطبع الملصق، هذه الفاتورة او الملصق، هذا الباركود، يعني هذا تقدر تحتفظ به بحيث يكون دليل استرجاعك في حال يعني لا سمح الله صار خلاف بينك وبين الأمازون أو بينك وبين البنك. هذه الطريقة، وإن شاء الله راح ننزل لكم طريقة الاسترجاع من خلال جهاز الكمبيوتر. أحبتي في الختام لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.